يجب أن لا نطرح الأمور الإيجابية بشكل مبالغ وحتى السلبية، علينا أن نتعامل بواقع بمنطقة. إحنا نقول نجحنا، لكن درجة النجاح إيش قد؟ لا زالت درجة النجاح درجة متدنية. يحتاج تقيم إلى سمعتك في تصريح 50%. أكيد، لأنه أنا 50% يعتبر نجاح. شوف أبو آدم، أول شيء أكو وقائع وأكو إحصائيات تستدل وأكو منطق يحكم الأمور. أنا ما أعطي 50 بدون أعطي دلائل وأتكلم بمنطق، ولا يمكن كيف هبة وهب الأمير ما لا يملك. أقدر أقول عاد هيبة مثل ما يتحدث الآخرون، عاد هيبة الكرة العراقية. أكو وقائع تستدل من خلالها أنه هاد هيبة الكرة العراقية. أكو وقائع تستدل أنه درجة النجاح ما له 50. يعني شنو عاد هيبة الكرة العراقية؟ واي كثير من الأخوان إحنا نتمنى وأمنا به، لكن أنت تقول لي من يعيد هيبة الكرة العراقية، من يحقق على أمم آسيا، من يصل بينا مرة ثانية لنهاية كأس العالم. لكن مجرد أن يأخذ بطولة الخليج ومع منتخبات من الصف الثاني السعودية وقطر، لا حتى لو مدرب عراقي آخر أخذ بطولة الخليج وحتى بتواجد فرق من الصف الأول للمنتخبات الوطنية، لا يقال عليه عاد هيبة الكرة العراقية. هذا مو منطق، هذا المعيار واضح. متى تعاد هيبة الكرة العراقية؟ عندما نصل إلى نهاية كأس العالم مرة ثانية وفي ظل أسهل بطولة، نقال ونقول على المدرب أنه اجتاز هذه درجة النجاح وحقق نجاح. لكن لحد الآن أنا لازلت أقول أنه أعطى من رسائل الاطمئنان، ولحد الآن إحنا مطمئنين، ولحد الآن لكن علينا أن نشعر برسائل اطمئنان أخرى. شو يخليك مطمئن؟ المدرب؟ والله أنا أراهن، يعني أتكلم لك، أنا ما أتكلم لحد الآن أنا لا أستطيع الفصل بين الشك واليقين، ولذلك أنا أقول لحد ما الآن ما واضح الصورة عندك أبداً أبداً. أنا علي أنه أنا رجل فني. على شنو مطمئن؟ على شنو تراهن؟ مطمئن أراهن أول شيء الفرق اللي لاقيها، زين إمكانيات الفرق اللي لاقيها. البطولة سهلة بهذا الشكل، زين. لأنه شوف أنت الآن بغاية السهولة تلعب مع هذا الفرق، وبالتالي راح تتأهل يعني ثلاث مجاميع على ستة، ويصعدون اثنين والثالث والرابع، يعني هواي فرص.